لو كنت أنا فلسطيني كنت لازم أعمل شيء هلأ. حققت حماس شيء اليوم العالم كله الخبر الأول فيه، نحن نقترب من الدولة الفلسطينية. يلي عم تعمله إسرائيل مش حرب عسكرية أبدا، حرب إبادة. سقط التطبيع وبصورة خاصة سقط معه التوطين. لا معنى للعالم بلا القدس. كتائب كريم بقردوني أم كتائب أمين جميل؟ لبنان قوته بمقاومته. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فودكاست الميادين. ضيفنا في هذه الحلقة الوزير اللبناني السابق السياسي كريم بقردوني. مساء الخير أستاذ كريم. مساء النور. بداية فصح مجيد ورمضان كريم أيضا. وأنا بدي أعيدك وأعيد كل المشاهدين وكل العاملين هون بصورة خاصة. أهلا وسهلا بك كريم بقردوني. كيف يتابع كل ما يجري في غزة منذ 7 أكتوبر؟ أنا أتابع غزة، أتابع شيء كنت أتوقع قيامه، مش بالشكل يلي قام، بس أنا كنت متوقع أنه الأمور إذا بتستمر هيك ما بعود في القضية الفلسطينية عم تدوب وعم تنسى، رغم أنه إلى 75 سنة موجودة ولكن عم تنسى. كنت هيك أشعر أنه لو كنت أنا فلسطيني كنت لازم أعمل شيء هلأ مشان رد الموضوع إلى أصله وأخذ الحقوق، لأنه في حق فلسطيني ضايع. يعني السبب أنا لما صارت غزة اعتبرت أنه هذا هو ما يجب أن يكون. يعني كنت تتخيل هذا المشهد؟ مش مثل ما صار، بس كنت أتخيل أنه لح يجي حدا، هالحدا طلع حماس، يعمل عملية تجبر إسرائيل على أنه تعترف بنهاية المطاف بالدولة الفلسطينية. يعني هلأ عم بحكيكي شغلتين بعيدة كتير عن بعضه. صحيح. شغلة قيام هذا أنا ما كنت أفكر رح تصير هيك عملية، وبيني وبينك أنا كنت من اللي كمان بفكروا أنه هذا الجيش الذي لا يقهر هو أقوى من ذلك. والمخابرات التي لا تنام، هني بيقولوا عن حالهم هيك، المخابرات التي لا تنام وتعرف كل شيء، أنه عملية من هالنوع تصير بالجيش الذي لا يقهر قهر، والمعلومات أنه الذين يعرفون كل شيء ما كانوا عارفين شيء. أنا ما كنت متصور هيك، بس كنت متصور أنه لابد من حركة وطنية فلسطينية ترجع ترد المسألة إلى ترد وين؟ على مستوى العالمي. والحقيقة حققت، شئنا أو أبينا، حققت حماس شيء اليوم العالم كله الخبر الأول فيه ببلش فيه. صحيح. السبب أنا بالنسبة إلي غزة كان شيء أفكر أنه يجب أن يحدث، وبذات الوقت شيء أنا كنت بعتبر أنه ما في حل. من 75 سنة إلى اليوم ما صار حل، عملوا سلطة فلسطينية بس ما عملوا دولة فلسطينية. ملحمة طوفان الأقصى ستؤدي بنهاية ومطاف الأمور إلى دولة فلسطينية، قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. هيدي هلأ شو بتاخد وقت وشو كلفتها وشو ثمنها بالتأكيد، هيدي خاصة مع مجموعة حاكمة بإسرائيل، يعني أسوأ مجموعة حاكمة بإسرائيل هي هي اليوم الموجودة، وبالتالي سيكون الحرب معها طويلة. ماذا خسرت إسرائيل هذه المرة؟ خسرت هذه الصورة سيطة. عالميا خلصت سيطة، وكل اللي عم بيعمله نتنياهو عم بيزيد الخسارة. هو عم بيعتقد انه عم بيرد عم بيرد العنفوان لجيشه ومخابراته، مش صحيح. والعلامة شوف شو عم بيصير داخل إسرائيل، مظاهرات داخل صحيح. إسرائيل إلى معنى كبير، مش مظاهرات ترفي. شوفي الشعوب كيف تحركت بالعالم، الدول تحركت أقل من الشعوب، ولكن كل شعوب العالم، بريطانيا تقريبا كل ويك أند بيعملوا مظاهرة كل أسبوع بهالشي. بناء على ذلك أنا
أنا اعتقادي أنه نحن نقترب من الدولة الفلسطينية. أستاذ كريم، البعض يقارب ما جرى في غزة ويجري بسيناريو بيروت عام 1982، أي هي المحاولة نفسها الآن لإخراج قادة حركة حماس من قطاع غزة إلى دول أخرى، كما تم ترحيل قادة منظمة التحرير الفلسطينية عام 82 في الماضي إلى تونس. شوف، الفلسطينيين بلبنان شيء والفلسطينيين بفلسطين شيء تاني. لازم نذكر أنه ما كانوا يقومون به بلبنان كان في تجاوزات كثيرة، ولكن ما يقومون به الآن في فلسطين هو حق كبير على أرضهم. الفرق بين لبنان وفلسطين، ما يمكن أن يقوم به الفلسطيني بلبنان كان غير مقبول، يعني تحول إلى دولة داخل الدولة. أما ما يقوم به الفلسطيني الآن من أجل دولة فلسطينية، هذا حق مشروع، حق مشروع، ورح يربح بنهاية المطاف، سيكون هناك دولة فلسطينية. كيف يوصف كريم بقردوني ما يجري في جنوب لبنان، وهل توافق حزب الله بمساندة غزة؟ شوفي، هون في، أنا برأيي رأي عام مشتت. طبعا ما عم بحكي على الرأي العام حزب الله وحركة أمل والقوى المشتت، في مشتت. ناس بيقولوا انه هذه الحرب ما كانت ضرورية، لانه بالحقيقة ما سندت، يعني ما بتقدر تسند او تحل محل حرب غزة. وفي ناس بيقولوا لا، كانت ضرورية، لانه على كل الاحوال كان نتنياهو لما بده يخلص من حماس رح يرتد على حزب الله. كان فيها النظريتين. بالحقيقة أنا بعتقد، حتى في نظرية تقول بأنه داخل إسرائيل أنه ما يخوضه الجيش الإسرائيلي وأفراغ كل هذه المستوطنات هي حرب حقيقية وليست جبهة مساندة. أنا يلي بقوله أنه هذه الحرب مثل ما تحدث الآن، شوفي أهميتها من أيام، أنا هلأ عم بستند إلى قراءاتي، هلأ عم بحكيك من أيام قراءة مذكرات بن غوريون ومذكرات بمحطات تاريخية، نعم، وشخصيات صحيح إسرائيلية. كان في مبدأ أنه هن ما بيحاربوا على أرضهم، بيحاربوا على أرض الآخرين. هيدي كانت المبدأ العقائدي من جهة واستراتيجي من جهة، أنه نحن ما بنحارب. لأول مرة، ومن هون أهمية ما يحدث، لأول مرة الحرب عم تنتقل على أرض إسرائيل. ويلي عم بيعملوا حزب الله، صحيح إسرائيل عم تضرب بلبنان، ولكن كمان حزب الله عم بيضرب بإسرائيل. وأنا برأيي هالنقطة هاي استراتيجية، أهمية كل ما عم بيقوم فيه حزب الله وحركة أمل والمقاومة، يلي عم يقوموا فيه أهميته أنه عم بيضربوا داخل إسرائيل. أنا برأيي هاي لوحدها مكسب، غيرت المعادلات. طبعا مكسب، يعني جعلت اليوم انه نقول في احتمال كبير انه اسرائيل تخسر. انا عم بحكي بالخساره، ما هيدي قصه انه بتزول اسرائيل ما بتزول اسرائيل، انا بحطها على جنب لانه هذا موضوع اخر يمكن بده سنوات. ولكن خساره او ربح، انا برايي خسرت اسرائيل. لحلك ليش خسرت؟ يعني بعد ستة أشهر خسرت الحرب. تنبلش بغزة، قالت أنه بدها تقضي على حماس، ما قضيت على حماس، بعدها عم تعمل عمليات لليوم، عملت عملية. قالت تاني شيء بدها تحرر الأسرى أو الرهائن، ما قدرت حررت حدا، والأسرى اللي حررتهم شيء 10-12 واحد، اجت نتيجة تبادل أسرى، صحيح، مش تحرير أسرى. وثالث أمر يلي عم تعمله إسرائيل مش حرب عسكرية أبدا، حرب إبادة، إن بالتجويع بلا الغداء بلا الغذاء وبلا الدواء وبلا كل ذلك عم تمنع. ومن جهة تانية طريقة الضرب، يعني اليوم بالذات مشفى، مجمع الشفاء، مشفى من جديد، مشفى، حدا بيضرب مشفى؟ مش بس ضربوا المشفى، دخلوا للداخل وكسروا أدوات الشغل تبع المشفى.
الطواقم يعني الطبية أستاذ يعني صحيح. عم ترتكب كل يوم إسرائيل جريمة إضافية من بتنحط تحت عنوان جرائم الإنسانية. السبب أنا برأيي خسري حماس بعدها موجودة، الرهائن ما حررتهم، بدت هلأ بدت تبيد الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني صحيح في منه ترك، ولكن أكثرية ما زالت موجودة بغزة، وفي من اللي ترك عم بيرجعوا على غزة. وبالتالي أنا برأيي خسرت إسرائيل حربها. قبل أن أذهب إلى قراءتك بمآلات هذا الصراع وأفق هذه الحرب أستاذ كريم، اسمح لنا أن نذهب إلى هذا التقرير تلخص بعض المواقف لديك بالعديد من القضايا، ونستكمل من بعده النقاش معكم، فلنتابع. ما هو سر إيميل لحود يلي صعد إلى الكل؟ رئيس لحود كان عنده أمرين، الصدق والصراحة. ميشيل عون لا شك كان وجوده يأول موقف رئيس جمهورية تجاه سوريا. سيد حسن أثبت لنا حتى الآن الكثير من العقلاني بكل شيء. أنا برأيي هكذا عملية ممكن تنقل إسرائيل، تضطر إسرائيل للانتقال من فكرة السلطة الفلسطينية إلى فكرة الدولة الفلسطينية. ولا اللبنانية عندي وصية واحدة هي الحرية. المحامي الذي دافع عن الحق. أستاذ كريم، قبل أن أدخل إلى لبنان سأبقى بغزة وجبهة لبنان، هل لا يزال بالنسبة لك يمارس الكثير من العقلانية السيد حسن نصر الله؟ أنا بعتقد من المواضيع اللي درسها بكثير من التأني خلينا نقول هو عملية جنوب لبنان. وبتصور تصوري أنه هو عم بيصعد مش عم بيحارب، يعني ما عم بيقاتل وعم بيستعمل كل وسائل القتال يلي عنده ضد إسرائيل. أنا برأيي عم بيرد المناطق يلي هو بيعتبر واللي أنا بعتبره واللبنانيين بيعتبروا أنه هاي أرض لبنانية، عم بيحارب على أرض لبنانية يلي هي مزارع شبعة وتلال كفر شوقة. هالمزارع وهالتلال عم بيحارب فيهم. هلأ إسرائيل عم بتجرب تجره للخارج، مثلا لم تضرب بعلبك بتكون عم تجره خارج إطار تخطيطه، ما عم بيرد يعني عم بيرجع يرد مطرح ما يجب يرد، يعني بالتلال وبالمزارع. أنا بتصور هذه المعركة 100% بالقانون الدولي مسموحة، لأنه تحرير الأرض بالقوة أو بالمقاومة هذا معترف فيه دوليا. صحيح، هنالك 1701 والخروقات يعني أكثر من 30,000 خرق حتى 8 أكتوبر يعني نتحدث أستاذ كريم. صحيح، لم بيطلعوا بالطيران يعني مش خرق، ولم بيروحوا بالبحر مش خرق لهالسبب. بس هلأ بعد عندهم الطيران طبعا بيقدروا بالبحر وبالبر. الإسرائيليين تراجعوا يعني عادة كانوا يعملوا معارك يقدروا يحسموا فيها، الحديث هلأ 4 أشهر صار لها. أطول معركة كانت 33 يوم في حرب تموز. اليوم قطعنا 33 يوم يمكن مرتين أو ثلاثة، يعني صرنا اليوم بالشهر الخامس أو الرابع والسادس. نحن بطنا بالشهر السادس. لسبب أنا برأيي أهمية هذه المعركة أنه تحرير المطالبة بتحرير تبرير هذه المعركة مش بس بمساندة غزة، لا تبريرها باسترداد الأراضي اللبنانية كاملة. أستاذ كريم، ما هي قراءتك مآلات هذه الحرب بإنعكاساتها إقليميا ودوليا؟ إنعكاسات
أي معنى؟ الحرب غزة، يعني عندما نتحدث عن هذه الموازين القوى التي باتت، المعادلات الجديدة التي رسمت إن كان في جنوب لبنان، جبهات إسناد أيضا تعمل إلى جانب غزة، حتى بالنسبة للأنظمة وبالنسبة للواقع التطبيعي، هذه أيضا مسار مهم على المسار حتى باتت يعني أستاذ كريم في الميزان الانتخابي الأمريكي. حرب غزة هي عنصر أساسي بالنسبة للناخب الأمريكي، وهذا ما شاهدناه يعني بالانتخابات التمهيدية. شوفي، أنا بعتقد خليني أبلش بالسلبي قبل ما أشوفه على الإيجابي. سلبيا، أنا اعتقادي أنه استفاد نتنياهو. نتنياهو لازم كان يكون بالحبس هلأ، في حكم عليه صادر. يعني أنا برأيي نتنياهو عم بيكبر الحرب تيأجل دخوله إلى السجن، وهيدي طبعا عم يستفيد منها، وفتح جبهة لبنان وجبهة، وإذا فتح جبهة أخرى عم بيجرب، مثلا دايما يضرب بسوريا، عم بيجرب يضرب الإيرانيين بسوريا، بلكي بيفتح له بعد شي جبهة. يعني أنا برأيي سلبي إطالة أمد الحرب لحماية يعني مصيره السياسي، لحماية حاله. وأنا برأيي بالنهاية رح يكون بالسجن، أول ما بتنتهي آخر حرب رح يكون هو بالسجن. بس ننسى شيء، أنا بعتقد هذا سلبي، أنه مستفيد من هذه الحرب، المستفيد من الحرب هو نتنياهو كشخص. هلأ ثمن هذه الحرب؟ لا، هي أول مرة بتدفعه إسرائيل هذا الثمن. وطبعا لازم أقول هون كمان للي إسرائيل عم تعمله ثمن غير معقول. يعني لما بنحكي ب 30,000 شهيد، رقم فظيع يعني، ومنهم و40 50% منهم نساء وأطفال. صحيح، أكثر من 34. لما بنحكي من جهة أخرى، يعني لما بنحكي إنه قادرين اليوم الفلسطينيين يحملوا 30,000 شهيد زائد 70,000 جريح، بيناتهم معاقين، بيناتهم يعني اللي راح عيونه بالشهيد ما بس بعده طيب شهيد حي. هذا بس في اللي انعمى، يلي تأثر، يلي ما بيقدر يمشي، يلي هذا مش قليل. أنا بقول إنه الفلسطينيين أثبتوا أنهم محاربون جيدون على أرضهم وبيواجهوا إسرائيل، بيواجهوا إسرائيل وجها لوجه، والمقاتل الفلسطيني أقوى من المقاتل الإسرائيلي. بمصير التطبيع، ما مصير مشروع التطبيع في المنطقة برأيكم؟ إذا كانت إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها، هي قادرة على حماية الأنظمة التي تطبع معها؟ شوفي، الأنظمة كانت كلها رايحة على التطبيع، خلينا نتذكر ما قبل 7 أكتوبر، كانوا معظمهم فوق الطاولة وتحت الطاولة. الحدث الأخير كانت المملكة العربية السعودية، وبالمباشر وبغير المباشر كان معظم الدول العربية، حتى لا أقول كلها يعني، لأنه سوريا ما عم تعمل، بس معظم الدول العربية كانت ماشية إلى التطبيع. ولولا عملية الطوفان كان التطبيع بعده ماشي لهلأ. هذه العملية أدت إلى وقف التطبيع وتراجع المطبعون، أو يلي اعتقدوا أنه الحل بالتطبيع تراجعوا. واليوم أنا بعتقد اليوم فكرة التطبيع عم تسقط أكتر وأكتر، لأنه شو معنى التطبيع؟ التوطين. هل سقطت ورقة التوطين في لبنان؟ لما بتعمل التطبيع بيكون عم تعمل التوطين، وبالتالي التوطين حيث هم. التوطين بمصر للفلسطينيين الموجودين بمصر ما عنده مشكلة، ولكن التطبيع بلبنان يعني تقريبا تلت اللبنانية في مشكلة، لسبب أنا بعتقد سقط التطبيع وبصورة خاصة سقط معه التوطين. كريم بقردوني، سوف مكسب عود. نعم. مكسب لبناني، هلأ عم بحكي كلبناني صرف، كمسيحي لبناني بقول بشكل واضح نحن ربحنا من خلال ما يحدث، لأنه التطبيع سقط، إذن التوطين سقط معه. كريم بقردوني، إذا عاد الزمن بك إلى الوراء، ما هي القرارات التي تغيرها؟ ما هي القرارات التي تغيرها؟ شوفي، أول قرار كنت يعني بالتأكيد بغيره، أنه
دور المسيحيين في المنطقة. يعني نحن كنا دورنا أنه بدنا دور المسيحيين المشرقيين يعني استقلال يعني نوع من انعزال. بدنا نحن نضبط الوضع، ما بدنا نحارب حدا ولا بدنا حدا يحاربنا. هيدا كان التفكير، وكان التفكير سائد عند الكثيرين، وخاصة كانوا الفلسطينيين يعطوا مادة لهذا التفكير، انه اذا الفلسطينيين بدوا يعملوا هيك معناتها، وانا صدقت لازم اعترف هذا، انه كان في مشروع لما يسمى الوطن البديل. يعني كان التفكير انه اذا ما لحل القصة الفلسطينية ما لح تقبل إسرائيل تحلها بالداخل. إسرائيل ما بتقبل بالتعايش الفلسطيني بحكم مشترك مع الفلسطينيين. إذن شو رح يصير عمليا؟ لح الفلسطينيين حيث هم، وبالتالي حيث هم يعني أو بتعمل دولة فلسطينية على أرض لبنان، أو بتعمل حكم جديد لبناني بشارك فيه الفلسطينيين. وبالتالي هيدا الشغلة اللي أنا جعلتني لم تكن تعرف مع أنك كنت صديق الرئيس الراحل عرفات. أنا يمكن أول ما بدي أقول أول لبناني، ما بعرف إذا أول لبناني، بس أنا أول لبناني على الأقل أول مسيحي كتائبي اجتمع بياسر عرفات بسنة 69. أنا بعرفه من هذيك الأيام لياسر عرفات شو اسمه، وكنت حس أنه الحكي مع ياسر عرفات مفيد. إذن كنت صلة الوصل مع حزب الكتائب اللبنانية؟ أنا طبعا كنت بحزب الكتائب وبشبه اللبنانية. كنت أنا كل ما أعمل اتصالاتي حطهم بجو، ما كان في إجماع حول ما أقوم به. كان في انتقادات أنه شو رغم أنك لعبت يعني دور صلة الوصل، شو بينفع الحوار مع الفلسطيني وشو بينفع الحوار مع الحزب الشيوعي. ما تنسى كان في إيديولوجيات. أنا زيك هذه، أنا كنت بعتبر أنه أفضل شيء رغم لازم أقول لك تقلك رغم أنه كل اللي عم بقوله ما كان عقلاني بالمية مية. في عاطفة؟ في لا مش عاطفة، في ظروف. بتحس انه هذا ظرف جيد. يعني كنت دائما افكر انه ما هو البديل عن القتال مع الفلسطينيين بلبنان، عم بحكي الحوار. ما هو البديل عن التدخل السوري في لبنان؟ الحوار. بدل ما تفوت بسوريا تعمل تدخل عسكري، بعتبر انه هذه المقاربة بالنسبة لك أستاذ كريم اليوم يبدو أنه هذه الوصفة ليست مناسبة لكل زعماء الأحزاب السياسية ويرفضون الحوار. يمكن سأتحدث عنها بالتفصيل. غيرت موازين القوى. هلا أنا صرت عم براهن على حماس يلي ما بعرف حدا منهم، على حماس بفلسطين. هذه ما كان بصورة ودور وما حققت حماس. حماس هلا عم يعني عم فكر مثلا أنه دور لبنان بيقدر يكبر من خلال ما يحدث من هذه، لأنه نموذج اللبناني قد يكون النموذج الحل. يعني دولة فلسطينية ما راح تكون كل دولة إسلامية، راح يكون في لأنه في أنا بدي أذكر للكل في فلسطينيين 20-25% من الفلسطينيين مسيحيين صحيح. هذه وبالتالي أنا وفي استهداف ممنهج إسرائيلي لهذا الوجود الفلسطيني المسيحي. بدلت بتفكيري أنه لا، فيك تراهن على الآخر أنه يحارب بدل ما كنت دائما تشوف بالآخر خصم أو عدو. يعني تغير نوعية التفكير تبعي من خلال ذلك. والسبب اليوم يعني بهاللحظة أنا عم بحكيك فيها، أنا مقتنع تماما أنه الحل ما لح نقعد 75 سنة تانية. لأنه إسرائيل فوتوها على المنطقة من 75 سنة، وإلا من 75 بتعمل حروب، ونحن المنطقة الوحيدة في العالم يلي بعدها فيها حروب. متعيش الاستعمار والاحتلال من الجزائر لفيتنام لكلها، وخلصوا الحروب صحيح، انتهوا واعترفوا ببعضهم ولقوا حلول لمشاكلهم. نحن بعدنا بالمشكلة. السبب لأول مرة عم بقول المقاومة هي البديل عن
الحرب. معادلة مهمة. أي طبعا. يعني أنا وصلت كريم لهذه القناعة، هي ما كنت طبعا ما كنت أفكر فيها لما شفت ياسر عرفات سنة 69. اختلف بالعكس الآن. ياسر عرفات تقريبا قال لي أنه أنا بدي أعمل دولة فلسطينية فيها التعايش مثل ما أنتم متعايشين بلبنان إسلام ومسيحية، نحن ما نتعايش بفلسطين. يعني كنا باتجاه. اليوم بعتقد أنا أنه صحيح الجيوش ما انتصرت، ولكن المقاومة أشكال أخرى، مقاومات استطاعت أن تنتصر. المقاومة حققت ما لم تقدر عليه الجيوش، وهذه شغلة جديدة. أستاذ كريم اسمح لنا أن نذهب إلى فاصل قصير، من بعده نعود لاستكمال نقاشنا الشيق معك في فودكاست الميادين. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير، من بعده نعود لاستكمال هذه الحلقة، وضيفنا في هذه الحلقة السياسي والوزير السابق اللبناني كريم بقردوني. من جديد نرحب بكم مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي الأستاذ كريم بقردوني. من جديد أهلا وسهلا فيك معاليك. يعني لاحظنا وكان هنالك مقتطفات من عدة كتب، الكتاب الأخير أسميته ميشيل عون رجل التحديات. لماذا يعني هذا العنوان حمل الكتاب الأخير؟ لأنه حياته تحديات بالمعنيين، يعني في تحديات نجحت وفي تحديات ما نجحت. يعني خليني مشان أعطي أمثلة، يعني لما عمل ضابط عسكري وعمل معاركه بسوق الغرب كانت معارك ناجح، وصلته أنه يعمل قائد جيش. عندما كان قائدا للجيش، لما صار قائد للجيش عمل دخل بمسائل عديدة كان فيها إذا بدك أخذ وعطى يعني. ولكن الأهم من هيك أنه انتقل من قائد جيش، أهم شيء لو ما كان قائد جيش كان ما انتهى، انتهى من قائد جيش رئيس حكومة انتقالية عسكرية. صحيح. لو ما كان قائد جيش كان ما قدر عمل رئيس حكومة. برئاسة حكومته الانتقالية العسكرية، يعني أنا بتذكر كتبت النهار شغلة حلوة أنه حارب يلي أكبر منه سوريا، وحارب يلي أصغر منه القوات، وبالحالتين ما نجح. هيدا التحديات. هاي التحديات هيدي. هلا لما عمل رئيس حكومة انتقالية هيدي بالآخر المعارك اضطر إنه يلجأ إلى فرنسا. السفارة هون إلى فرنسا. هلا هو الرجل المنفي الوحيد، قعد 15 سنة بالمنفى، المنفي الوحيد يلي رجع وعمل السياسة. معظم أنا رجعت التاريخ تقريبا كل القيادات يلي نفت، إما توفت حيث هي ورجعت، إما توفت وقبرت حيث هنا. الوحيد يلي نفي ورجع هو. هلأ هون بعودته عاد ورئيس للجمهورية كذلك، بعودته هون من بعد ما عمل قائد وعمل الحكومة انتقالية صار هادف إلى رئيس الجمهورية في مرحلة ما بفهمها. حكيت عنها ما بفهمها، ما فهمتها مظبوط، هي ليش غير باله بوقتنا وقت وتنحى لميشيل سليمان. هذه بعدها نقطة استفهام. بس نقطة تانية كانت، وهي الأصعب، كانت وصوله إلى رئيس الجمهورية. صحيح. هذه
وإذا بدك المهم بوصوله كانوا الناس متأملين فيه الكثير. أنا كنت معتقد أنه هذا فؤاد شهاب الثاني بهالمرحلة هاي اللي هي مرحلة الرئاسة هي الأصعب كانت. يمكن تأخر لأنه عمل 6 سنين رئيس جمهورية آخر يلي هو ميشيل سليمان يلي اختلف هو إيه. صحيح. هل وبالتالي أنا اللي بدي أقوله أنه هذا الحكم الأصعب في تاريخ لبنان. سبقتني إليه لأنك عيشت كل المراحل السياسية تقريبا من أواخر الستينيات حتى وقتنا الآتي أو الآن. ما هي أصعب مرحلة سياسية بتاريخ لبنان السياسي أستاذ كريم؟ في 2، واحد عشاء واحد عشتون بتفاصيلهم هو ميشيل عون، مرحلة ميشيل عون، وفي نقطة تانية ما عشتها بتفاصيلها ولكن قرأت عنها ما يكفي يلي هي كميل شمعون. في مرحلتين صعبين مروا على لبنان. والآن ما هو التصنيف لهذه المرحلة بالنسبة لك أو التوصيف؟ هلأ الشغور، هلأ أخطر شيء الشغور. شغور الحادث، يعني شغور بالرئاسة، شغور بحاكم مصرف لبنان، شو يعني شغور على حكومة تصريف أعمال صار لها 2 سنين ويمكن ضل 2 سنين. هذا الشغور الدستوري، أهمية لبنان بأنه بيطبق الدستور وأنه عنده دستور أول وبيطبقه. تاني شيء أهمية لبنان أنه زيادة إلى الدستور عامل ميثاق يلي هلأ تحول إلى دستور بمقدمة الدستور الحالي بـ89 صار فيه ميثاق على الأساسيات. بناء على ذلك أنا بقول اليوم لازم نعود ونطبق الدستور شو ما كان. ما بيصير نقعد 2 سنين بلا رئيس جمهوري، لازم بالشهرين للي يتموا يصير في انتخابات رئيسي. أستاذ كريم برأيك لبنان والباقي إذا تشيع على مستوى أنه ما بيصير حاكم مصرف لبنان يكون 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 موجود ومش موجود ويحلوا محله نوابه 5 يعني ما بنعرف بالضبط لهذه. ما بيصير حكومة جاي لشهرين تشرف على المرحلة الانتقالية بات عمرها 2 سنين عمرها صار لها 2 سنين. صحيح. برأيك لبنان في ضعفه أم قوته؟ شو برأيك لبنان؟ لا أنا بقول لبنان قوته بمقاومته. هذا قصة لبنان قوي بضعفه بيّن أنه بيقدر بتنتقل الحروب عنده والكل بيستسهلوا حروب بداخل لبنان. يعني أنت مقتنع بأن لبنان لا يمكن أن ينأى بنفسه عن النزاعات والصراعات القائمة في المنطقة لأنه جزء من هذه النزاعات والصراعات. وأكثر من هيك لازم يكون عنده جيش قوي، خلافا للاعتقاد يكون عنده جيش قوي ويكون عنده حكومة قوية متماسكة يعني متوازنة. لازم تكون متوازنة طبعا بس تكون متماسكة، مش حكومة بنمثل الكل وما منقرر شيء. ولسبب أنا برأيي قوة لبنان بمقاومته وجيشه، هو الشغلتين نحن يلي كنا قبل نقول قوته بضعفه لكم مش يعني الشعب بضعفه. جيش مقاومة طبعا لأنه الضعف المعادلة لأنه لا عم تقول هي مظبوط الضعف يعني عمليا صارت كل الدول حربة بلبنان بدل ما تحارب عند حالة صارت بتحارب بلبنان ودفع لبنان ثمن الحروب الآخرين. وهذا غسنت ويني اللي عطى الصفة حروب الآخرين. هاي حروب الآخرين انتهت وبتنتهي بأنه يكون في رئيس قوي ومقاومة قوية. أستاذ كريم وصلنا إلى فقرة الخيارات وأيضا في فقرة جديدة استحدثتها معك هي فقرة ممكن أو مستحيل وفقرة كم تعطي من 10. سأبدأ بفقرة الخيارات. أولا السلام المفقود أم لعنة وطن، ماذا تختار؟ شوف لما بيكون في رئيس مثل سركيس يلي تفاهم مع رئيس في كتاب متخن. السلام المفقود يعني بالحديث عن هذا العهد لما بتفاهم مع الرجل القوي القائم اللي كان بشير جميل لا بصير في يعني تختار السلام المفقود. السلام المفقود طبعا. المحاماة يعني القانون، الإعلام أم السياسة؟ بالمحاماة أقرب لكريم بقردوني لأنه مارست المحاماة. السياسة لا. وكذلك كان لديك تجارب إعلامية إيه لا لك المهنة لشكل محاماته
مهنيا، سياسيا لا. أنا بعتبر أنه التزام السياسي سواء بالكتائب سواء بالقوات سواء بالجبهة سواء بالحوار مع الآخرين بصورة خاصة، الحركة الوطنية يعني أنا من الليلة اللي مثلا تحاوروا من ياسر عرفات لكمال جنبلاط، صحيح عودي. الحوار، الحوار هو وسيلة قوية، هو وسيلة قوية. وبعتبر أنه أنا مبسوط أنه عملت السياسة على حساب مهنتي، يعني اليوم بعدني بروح بشتغل بالمكتب مشان أشرب وأكل وما أربح جميلة حدا، بس بالحقيقة الأهمية للي عملته بالسياسة أنا يعني معتز فيه. السياسة يعني الكتائب أم القوات؟ الكتائب اللبنانية أم القوات اللبنانية؟ شوف أنا بعتبر أنه الكتائب بالمرحلة اللي كنت أنا عم بتعاطفها كانت القوات اللبنانية هي كتائب، كانت 80% من القوات اللبنانية كتائب. وبشير عمل القوات اللبنانية هو بالمكتب السياسي يعني الكتائب، لسبب بالبدايات ما كان في فارق، هلأ بعد طائف لا صار في فارق. كتائب كريم بقردوني أم كتائب أمين جميل؟ لا كتائب أنا بقول الكتائب إلى دور تاريخي، خاصة بمرحلة الاستقلال وخاصة بمرحلة لما بيكون لبنان بخطر، في خطر المسيحيين بشكل عام بتطلعوا على الكتائب. أستاذ كريم، الطوائف في لبنان نعمة أم نقمة؟ الطائفية نقمة أكيد. هلأ الطوائف فيها إذا شوفي ما بنقدر نضل بالطائفية والطوائف، لازم الانتقال إلى دولة علمانية دولة مدنية. ما في إصلاح ممكن، أنا عملت وزير إصلاح عامل 55 مشروع قدمتهم، أخذ منهم مشروع واحد وسيط الجمهورية، بقين 54 كانوا بدرج رئيس الوزراء، حطهم بالدرج وما حدا بيقدر يقول له قيموا من الدرج، لسبب لازم نروح نحو الدولة. نحن نعيش أزمة نظام أم أزمة حكم برأيك؟ أزمة نظام كبيرة، نظام وليس حكم. إيه لا نظام، وأنا برأيي اللامركزية هي جزء من قيام نظام مدني، نظام مدني، نظام علماني. وهلأ المناطق الطائفية ما بتضيع باللامركزية، الطوائف لا تضيع. اتفاق الطائف، الطائف تحول إلى طائفية، الطائفية ما بتعمل دولة. اتفاق الطائف لا يزال صالحا أم انتهت صلاحيته برأيك؟ لا أنا مع تطبيقه وإكماله، ما خلص اتفاق الطائف، اللامركزية ما خلصت دولة. يعني تنعد المسائل يلي بعد ما انعملت ويلي موجودة بالطائف بالذات، روح الطائف لم يطبق. لا لا وما تنفذ، وما تنفذ طائف كامل، يعني يجب إكمال، يعني أحسن مشروع للرئيس الجمهوري القادم أنه يكمل ما لم يتم بالطائف. ميشيل عون في عهده ظلم أم ظلم نفسه؟ ميشيل عون أنا كتبت طبعا، كتبت في كتاب وطلع مؤخرا، يمكن استعجلت اكتب الكتاب لانه ميشيل عون بدك تاخدي وقت تتحكم عليه مظبوط اذا هو ظالم او مظلوم، ويمكن اثنين معا، بس بدها وقت لهذه. انا بتفسيري ميشيل عون ما حقق يلي كان بذهنه، وانا سالته السؤال بالمباشر، قلت له هل انت راضي لما تظهر من الحكم من بعد انتهاء الولاية بأكتوبر، يعني بأكتوبر قبل عام، لما سألته قال لي أنا بتعرفني طموح، هل واحد طموح بيقبل باللي صار؟ يعني هو يعترف داخليا أيضا بأنه لم يقم مما كان يعتقد أنه سيقوم به. أستاذ كريم، أعود إلى الكتائب، بين يمنى الجميل ونديم الجميل من تختار؟ لا تنينتهم حرام تحطهم بوج بعضهم، جد حرام. أنا لأني بعرف نديم وبعرف لأنه يمنى بمواقف متقدمة خصوصا في هذه الآونة، والمسيحيين والكتائب بالذات بيحملوا
شخصين مثل يمنى ونديم، شو هالحكي هذا؟ يعني أو هاي أو هاي، لا مش يمكن ولا هايدي ولا هيدا ولا هيدا، ولكن مين سامي؟ سامي الجميل. عم بقول يمكن يعني ليش بدنا نضل حاطين هذا الخيار؟ هني موجودين وعم يتحركوا، وأنا برأيي يلي بيقدر يقنع أكثر هو اللي رح يربح. من يقنعك أكثر؟ أنا بقول لك، أنا بقول في شغلة ضرورة نحطها بذهننا، الكتائب تحتاج إلى تجديد. والذي ما بقى فيها تستمر الكتائب كما هي، مثل عن لبنان بقول ذات الشيء، ما بيقدر هذا النظام الطائفي يستمر، بقول بذات الوقت كمان هذا النظام الكتائبي ما بيقدر يستمر، وأنا عملت رئيس حزب كتائب وبعرف تفاصيله. بناء على ذلك بقول يلي بيطرح التجديد الأمثل أو الأقوى أو الأبعد هو بيربح. أستاذ كريم، بقي لدي نقطتين بالخيارات، ترسيم الحدود البحرية برأيك إنجاز أم تنازل؟ لا إنجاز محدود، عملوا منه إنجاز فظيع يعني، وفي منه اعتبروا أنه هذا ماشي، لا هو حققنا للبنان حقوقنا المائية بهالمنطقة، لأنه عندنا مناطق تانية كمان فيها بترول وفيها نفط وفيها غاز يعني. انتخاب رئيس للجمهورية مرهون بالتوافق الداخلي أم بكلمة السر الخارجية؟ شوفي، هذا مبدأ عندي من تجربتي لحقلكي، كل مرة اتفقوا في الداخل الخارج بصير دوره أصغر أقل، وكل مرة اختلفوا بالداخل بصير الخارج أكبر. هذا جوابي. ممكن أم مستحيل؟ ممكن انتخاب سليمان فرنجي رئيسا أم مستحيل؟ لا ممكن، بس بده لازم يصير في قوة مسيحية يعني. لكن انتخابات سليمان متعلقة إلى حد كبير بموقف سمير جعجع، مثل ما لما سمير جعجع وقف مع ميشيل عون عمل رئيس جمهورية ميشيل عون، ذات الأمر يحتاج الرئيس الوزير الفرنجي يحتاج إلى سمير جعجع. وليس جبران باسيل؟ وليس جبران باسيل؟ موافقة جبران باسيل التي يمكن أن تحدث التغيير؟ أنا برأيي مش مرشح جبران، هو ذكي كفاية. لا، الانتخاب سليمان فرنجي، هو ذكي كفاية بيعرف أنه ما عنده حظوظ وبالتالي ما لح يترشح. ولن يدعم فرنجي أبدا برأيك؟ ليش بيدعم؟ إذا اقتضى، إذا صارت تواصل وصلوا لهالنقطة لا بيقدر يدعم. هو خلينا نقول ما يلي، اليوم المرشح الوحيد المعلن هو سليمان فرنجي. نعم، باقي المرشحين مطروحين أسماء بس ما في حالة منهم معلن حيثية واقعية. أنا برأيي مطرح ما إذا جبران، زي عم تحكي عن جبران، إذا جبران يعني بالنهاية خلانا نعطي قيمته التيار الوطني الحر، إذا التيار الوطني الحر بيمشي مع سليمان فرنجي تاني يوم بيطلع سليمان فرنجي رئيس جمهوري. عودة سعد الحريري إلى السياسة ممكنة أم مستحيلة؟ ضرورة، لأنه ما بدنا السنة يحسوا حالهم مغبونين وغائبين. نحن أنا عشت مرحلة المسيحيين كانوا يحسوا حالهم بعد الطائف أنه مغبونين وخسروا الرئاسة وضعفت الرئاسة، وشفنا شو صار. أنا أبدا بعتبر أنه شخص مثل سعد الحريري يجب أن يعود إلى لبنان. هلأ إذا ما بيعود إلى لبنان ما بيقدر كمان يعمل السياسة من الخارج. يجب أن يعود ومن ثم يعاود العمل السياسي. هو الأكثر تمثيلا مشان نكون واضحين سنية. إلغاء الطائفية السياسية بشكل سريع ممكن أم مستحيل؟ مع بالمية مية، بس ممكن. إذا كانت مستحيلة معناتها ما في دولة بلبنان. محاربة الفساد ممكنة أم مستحيل؟ كيف لك، ضرورة. شغلتين بدنا نضل نتذكره، الدولة ما فيها تقوم على الطائفية وبينت، واثنين دولة ما فيها تقوم على الفساد. يعني أنت تجاوبني على الخيار الأخير، الإصلاح والتغيير كذلك ممكن؟ الإصلاح والتغيير ممكن، وجوب مش ممكن.
بهالنقطة ما بقول مستحيل ومش مستحيل، للي بده يشتغل السياسي لازم يروح يلغي الطائفية ويحارب الفساد. كم تعطي من 10 لرئيس حزب الكتائب الحالي سامي جميل للأداء أتحدث؟ 5/10 لأداء وعمل حكومة نجيب ميقاتي حاليا؟ كتير ومشي، لأنه جد كتير ومشي. السبب بحط 5-6 يا 6 لمعادلة الشعب الجيش المقاومة مع تعطيها 9 يعني 10 10 10 10 10 للرئيس بري، لأداء الرئيس بري في الوقت الحالي على الأقل 8 الصديق أي طبعا على الأقل. أستاذ كريم، كيف تقيم أداء رؤساء الأحزاب المسيحية في لبنان؟ سأبدأ برئيس التيار الوطني الحر ولو بجملة لو سمحت. جبران باسيل يحتاج إلى تجربة أكبر، ويحتاج أيضا إلى فريق أقوى وأهم. أنا بعتبر أنه جبران محتاج إلى شغلتين. هو هلأ انتبه تنعطي حقه بالأول. أول فرض حاله زعيم وأحد زعماء الكبار في لبنان. هلأ تهو يقدر يتقدم. أنا برأيي محتاج إلى فريق عمل، ومحتاج أنه ياخد يعطي للوقت وقته. كثير مهمة بالسياسة أنه تعرفي تعطي للوقت وقت، يعني الصبر أيضا تنصح الصبر بالمسار السياسي. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. سمير منيح، بحط له 8 على 10 بدون مشكلة، لأنه مش هين وين راح وين رجع. إيه بس كنت تشير إلى أهمية الحوار قبل أيام، يقول دكتور جعجع لا أريد الحوار مع حزب الله. طب ممكن أن نكمل بهذا المسار؟ هذا نقاط ضعفه مش نقاط قوة. بيعتقدوا كتار أنه هذا الموقف بيعطي قوة لسمير جعجع. يمكن على المدى القصير عند المسيحيين بيعطي قوة، بس على المدى الطويل بحيصير في حوار بين سمير جعجع مع حزب الله مع حزب الله. رئيس تيار المردة سليمان فرنجي، كم تعطيه بأدائه كرئيس حزب أتحدث؟ بعطيه، شوفي عمل زعامة، يعني قبل ما أعطي الرقم بقول جملة، عمل زعامة مسيحية لا بأس بها، عنده تمثيل مسيحي بمنطقة الشمال وخارجها أيضا لا بأس به، ولسبب أنا بعطيه 8 على 10 لسليمان فرنجي. هل لدى بكركي تخوف بالفعل من فراغ الرئاسة وحيثية الوجود المسيحي بلبنان أستاذ كريم، وحتى بخياراتهم السياسية؟ ولماذا حتى الآن فشلت وثيقة بكركي؟ أين باتت هذه الوثيقة؟ أنا بعتقد وثيقة بكركي كانت ما لازم تخرج من بكركي. وثيقة بكركي بحد ذاتها منيحة، يعني أنا قرأتها جيدا، قرأتها مقبولة وممكن تعمل إجماع حولها، بس أنا بقول بكركي ما شغلتها تعمل وثائق، شغلتها تقرر أي حكم بتريد تأيد أو لا تؤيد. لسبب بكركي موقف أكثر ما هو وثائق، وهذه الوثائق الأحزاب لازم يقوموا فيها، يعني لا تؤيد ممارسة العمل السياسي لدولة بكركي. أن يأتي كل يوم 10 طالبين موعيد من البطرق تيزوروا لازم يستقبلهم. بس هو ما لازم يعمل السياسي، هو ما لازم يعمل السياسي، هو لازم في اللحظة الضرورية يأخذ موقف. أستاذ كريم، سأختم بسؤالين. السؤال الأول، ماذا تعني القدس لكريم بقردوني؟ ماذا تعني القدس لكريم بقردوني؟ شوفي، لا معنى للعالم بلا القدس. القدس عاصمة العالم. جميل. ما هي نظرة كريم بقردوني للبنان المستقبل؟ متفائلة أم متشائمة؟ لا، متفائل. أنا الوضع تعيس، الناس فقر، في فقر، في تعيسة، في مرارة، في هجرة كبيرة، كلهم شايفهم. بس بقول ليس المرة الأولى اللي بمر فيها لبنان بهكذا أوضاع، وسيخرج أقوى مما هو كان عليه قبل. ولسبب بقول يلي ما بموتك يرجع ويحييك ويقويك. صحيح. وبالتاني أنا بقول لبنان ما حدا قدر موته،
وبالتالي سيكون أقوى مما نتصور. أشكرك جزيل الشكر أستاذ كريم بقردوني، الوزير اللبناني السابق والسياسي الضليع يعني، والذي أرخ العديد من الحقبات. أجبنا على كل الأسئلة 23 سؤال. هكذا اتفقنا أنا والأستاذ كريم أنه لدي تحدي بأن أطرح 23 سؤالا عليك. أشكرك جزيل الشكر أستاذ كريم بقردوني، دائما على رحابة صدرك وعلى مرونتك حتى بالتعامل الإعلامي. كان لدي سؤال ويمكن انتهى الوقت، ولكن هل تكرر تجربتك الإعلامية؟ كان لديك الجمهورية 2014 وأيضا وثائقي لازم الرئيس إيميل محمود. ناوي يعني أنا هلأ عم بعطي أهمية، بدأت حضرت تحضر مذكراتي، إذا بدك أولويتي الفكرية الآن تحضير المذكرات. تعيد التجربة الإعلامية والتلفزيون؟ طبعا. يلا هذه دعوة لإدارة الميادين بإعادة التجربة مع الوزير السابق كريم بقردوني. شكرا جزيلا لك، الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من بودكاست الميادين. ألقاكم الأسبوع المقبل في أمان الله.